انتم تسمعوا في كابوتشينو على كاب اف ام كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 للعشرة متاع الصباح. اهلا وسهلا، مرحبا من جديد، نهاركم زين الناس الكل. نحاولوا ناخذوا اكثر تفاصيل على الصحف الوطنيه صادره اليوم الخميس 27 افريل 2023. نبداو بجريده الشروق اللي تقول في اللايون نتاعها: بنك معلومات لفضح المتورطين. هوني يحكيوا على ارهابيون تونسيون في السجون السوريه ينتظرون الترحيل. نلقاو زاد في الصفحه 9 حول هذا الموضوع اللي يقول: اسسوا للفكر المتشدد والتغلغل في مفاصل الدولة، هل يتخلص المجتمع من تبعية الإخوان؟ هوني تغلغل الإخوان في العشرية الأخيرة حسب ما جاء في الارتيكل اللي كتبته واحدة المي، تقول: مدوا مفاصلهم في هيكل الدولة، نجحوا في تكوين أحزاب وجمعيات ومدارس ووسائل الإعلام، تسللوا حتى إلى القطاع الثقافي والإبداعي، وخاضوا حرب بقاء ومنافسة لأجل مجتمع موازن يكرس فكرهم المتشدد الرافض لمدنية الدولة. فما زاد يقول: الشباب اللي يواجه فشل الدولة في حل مشاكله بالهروب إلى جنة قوارب الموت أو الهجرة إلى الآخرة عبر المجموعات الإرهابية. والفكر المتشدد في تونس مازال منتشر في عديد الأحزاب والجماعات وبعض وسائل الإعلام، وسقوط الغنوشي سيضعفه إلى حين. على كل، لا تلقاوا تفاصيل موجودة في على الارتيكل هذايا، موجودة في جريدة الشروق الصادرة لليوم، الصفحة الرابعة هي اللي رجعت على ملف بنك المعلومات لفضح المتورطين. هوني تعاطي مع ملف التصفير معناتها بعد خاصة عودة العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية، هو من الملفات الكبيرة. هوني ذكروا أنه بتقارير اللي بعثة تابعة للأمم المتحدة عام في 2015، تونس هم الأكثر انضماما إلى التنظيمات الإرهابية في ليبيا وسوريا والعراق، فقد زاد عدد هؤلاء من على 5500 شاب، ينقسمون كالتالي: 4000 تونسي في سوريا، وما بين 1000 و1500 في ليبيا، و200 في العراق، و60 في مالي، و50 في اليمن. هذا حسب أرقام بعث تابعة للأمم المتحدة عام 2015. عدد المتورطين في التصفير في الارتيكل اللي نلقاوه هو لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد اللي تورطت في تصفير الشباب التونسي إلى بؤرة التوتر، الذي عقدت الاجتماع بتاعها في 17 مايو 2017، جلسة استماع إلى وزير العدل غازي الجريبي، قال خلالها أنه عدد المتورطين في قضايا تصفير إلى بؤرة التوتر والتي تعهد القضاء بملفاتهم يبلغ 77، منهم 31 محكوم عليهم بأحكام نهائية الدرجة، و 46 موقوف في انتظار المحاكمة. تقريبا ذي موضوع وتفاصيله موجود، رجع على الارتيكل ذي سرحان الشيخاوي. بالنسبة إلى جريدة المغرب الصادرة لليوم في العيون، نلقاو افتتاحية لزيد كريشان: تونس بين الأساسيات والترهات. هوني رجع سيدي كريشان اللي حكى على الخبراء اللي يجمع في معناتها انه مشاكل البلاد المتراكمه والضعف الواضح في آلتنا الانتاجيه منذ حوالي 15 سنه ليس قدرا محتوما، وان معالجه هذه الازمه متاح لنا، وان لبلادنا من عناصر القوه والصمود ما يسمح لها باستئناف جدي ومستدام لنمو ادماجي قوي. كما يقول زاد انه البلاد قد راكمت من الخبرات والتجارب على امتداد كامل عقود دولة الاستقلال، ما يسمح لها بالاستفادة من كل الفرص التي تتيحها اليوم العولمة، وأن التنافسية الموضوعية لاقتصادنا مقارنة بالاقتصاديات المماثلة لنا تؤهلنا لارتقاء سريع في سلم القيم. ولكن ديما لكن هذيك موجودة، لكن تلقاها تفاصيلها في جريدة المغرب في الافتتاحية بالنسبة لليوم الصباح اللي رجعت في الصفحة الرابعة على ملف العاملات الفلاحيات. هوني حادثة السبالة، الكارثة الإنسانية اللي صارت هذيك، وعاد تذكروا بها اليوم، هي الذكرى الرابعة. وضع الفلاحات لم يتغير، قانون نقل غير مفعل، وتطبيقية أحميني تحت الإيقاف القسري. هوني تنرجع مع محمد بوغلاب على التفاصيل الهوني، وشوفوا قديش فما مشاكل بيروقراطية تو نتفكرهم في وقت كيف ماذا، تو تخرجوا لنا وزيرة المرأة، ويخرجوا لنا تاع الفلاحة، ويخرجوا يصوروا معاهم، وعاملات الفلاحيات تبوس على جبينهم، وكل كلام هذاك الكل. وفي الأثناء كنا تبعنا عديد المشاريع اللي حاولت تتخلق باش يهزوا انسان في ظروف معناها اللي هي تليق بالانسان.
اما وين برا شوف الاجراءات والرخص وقديش من وزارة اجتمعت وقديش من لجنة عملت وقديش ما فما حتى خطوة زادت في الملف هذايا ومازالت لليوم انسى تموت في الكياسات على خاطر يمشي ويخدموا كونفة موجودة في الكماين وفي الكرحب. نرجع على الملف هذايا مع محمد بوغلاب بعد 8 تاع الصباح. 28 دقيقة محمد بوغلاب.